رسم الآن تكتبوه أنت ونكتب شنو قبل ندير النشاط بإني تعال نتفق على الأنشطة وصارت عندنا شديدة شوية أي زيادة في النشاط. أنتم ما رديتوش عليهم؟ لا إحنا ردينا. وزارة العمل. أنا فاتحين إن نحن نبدأ النشاطات ولكن على نمط مسبق وبحذر. زي ما قلت أنت لو أنت تقول. شن عند يعني المتدرب من طبعا احنا اليوم الاربعاء الموافق 7 اكتوبر في اجتماع مع رئيس لجنه الوبائيات بخصوص استئناف البرامج التدريبيه للمراكز التدريبيه المسجله تحت عضويه نقابه المراكز والشركات المهنيه والتعليميه وكذلك المعتمده من وزاره العمل والتاهيل. طبعا احنا اليوم في اجتماع بخصوص مناقشه ما هي الشروط الاحترازيه التي يتم عن طريقها اخذ الحيطه والحظر لسلامه العاملين داخل المراكز التدريبية وكذلك المتدربين. اليوم داخل كلية الطب البشري في استضافة رئيس لجنة الوبائيات بخصوص هذا الأمر بعد الرسالة المحالة إلى اللجنة العلمية الاستشارية بخصوص الآتي ذكرها بالسماح للمراكز التدريبية باستئناف البرامج التدريبية. طبعا احنا اليوم في نقاش البنود اللي هي عدد المتدربين داخل كل قاعة ما هي الشروط السلامة المهنية وكذلك الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من التهوية الجيدة كذلك عدد المحدد داخل لكل المتدربين داخل كل قاعة كيف آلية التطهير والتعقيم لكيس ليتم سلامة طلابنا للمتدربين وكذلك العاملين داخل المراكز التدريبية. أنا كرئيس نقابة لكل موي الآلية من جل اختصاصها لا يمكن تنظيم انتهى دورات تدريبية من يوم إلى غاية سنة. نديره في إذن مزاولة نشاط يعني نعطوا في منح إذن مزاولة نشاط تدريبي في مجال التدريب اللغة الإنجليزية والإنجليزي والحاسوب وكذا طيب الآن أنا حولوني بيطلع عليه إجراءات احترازية لمجابهة كورونا. الشروط هذه لكم تطبقوها قبل